الحقيقة بدي أشكر هاي المؤسسة العظيمة، هاي المؤسسة الرائدة اللي اليوم بتقدم لنا في برامج تدريبية غير مسبوقة في الضفة الغربية. إحنا فعلا بحاجة لهذا النوع من البرامج التدريبية كخريجين جامعات أو شباب مبادرين حابين يفتحوا مؤسسات أو يعملوا أي برنامج شبابي أو صناعة محتوى. أنا بنصحهم يسجلوا في برامج حداثة، في ميزات كثيرة للبرنامج غير أنه المدربين الموجودين على مستوى العالم، مدربين دوليين اللي بيقدموا هذه المحاضرات، السهولة والسلاسة والراحة في تقديم المحاضرات وفي مواعيدها مهم جدا. يعني في الأسبوع ما في عندك ضغط، المحاضرات مواعيدها مسائية، إذا كنت طالب جامعة أو موظف أو إلى آخره بإمكانك تسجل بسهولة وراحة وإمكانك تحضر المحاضرة تلتزم فيها. برامج المؤسسة ريادية ابتكارية بتلامس حاجات السوق، كثير من خريجين الجامعات بحاجة لأنه حدا يوجههم كيف يقدروا يفوتوا على سوق العمل، كيف يمارسوا وظائفهم وتخصصاتهم، كيف يعملوا السي في، كيف تكون مقابلات العمل. برامج شاملة بتكون فيها حداثة حقيقة هي دور يعني مكمل لدور الجامعات. إذا أردت أن تكون خريج مبدع أو موظف مبدع أو ريادي مبدع، أنت بحاجة أن تسجل في برامج مؤسسة حداثة. في برنامج جديد بنصح الناس تسجل فيه، برنامج ريادي وابتكار، أنا سأكون إن شاء الله تعالى أحد المسجلين فيه أيضا، لأني منبهر جدا من أداء هذه المؤسسة، مندهش من كمية المعرفة وكمية المهارات اللي تعلمناها في وقت قصير جدا. الحلو برضو في هذه المؤسسة أنه في أوقات ليست طويلة وإنما قصيرة أنت تتحصل على معرفة عظيمة وتجربة كبيرة وتراكم المعرفة وتستطيع أن تتقدم في كافة مجالات الحياة. حاتم محمد حميدان. حمدان. هذا زميله معتقل سياد. زميله سلم عليك. زميله سلم عليك.